عند استخدامك لجهاز البخاخ أو ما يسمى أيضا بجهاز الاستنشاق، ولكي تحصل على الفائدة المرجوة من الجهاز، فيجب عليك التأكد من استخدامه بالطريقة الصحيحة، وذلك وفق ما يتم ذكره في التعليمات الموجودة على العلبة أو كما يشرحها الطبيب. عند استخدام البخاخ لأول مرة أو إذا أوقفت استخدامه لمدة تزيد عن 7 أيام، فيجب عليك أن تقوم برجه جيدا لمدة 5 ثواني، ثم اختبر بواسطة إطلاق بخة واحدة في الهواء، ثم اتبع خطوات الاستخدام التالية: أزل غطاء الفوهة، رج البخاخ جيدا، أمسكه في وضع عمودي بحيث تكون السبابة لأعلى والإبهام تحته على قاعدته، تنفس بلطف من خلال فمك، أخرج النفس، ضع فتحة البخاخ داخل فمك بين أسنانك الأمامية داخل الفم، ثم أطبق شفتيك حول الفتحة، تنفس بثبات وبعمق من خلال فمك، ثم اضغط على العلبة المعدنية بثبات لإطلاق بخة واحدة. أزل البخاخ من فمك واحرص على الاحتفاظ بالهواء داخل الرئة. امسك نفسك لمدة 10 ثواني أو لأطول فترة تكون مريحة لك، ثم أخرج الهواء. إذا احتجت لجرعة أخرى قم برج البخاخ وكرر الخطوات السابقة. تذكر أن تغسل فمك وتمضمض بعد استخدام البخاخ في حال احتوائه لدواء الكورتيزون، وذلك لتجنب الإصابة بفطريات الفم. حافظ على جهاز البخاخ نظيفا باتباعك النصائح التالية: افصل العلبة المعدنية عن الجهاز ولا تضع العلبة المعدنية في الماء. افصل الغطاء عن جهاز البخاخ. انقع الجهاز وغطاء الفم في ماء دافئ، ثم اشطفه تحت الصنبور الجاري. رج جيدا للتخلص من الماء الزائد في الجهاز واتركه يجف في الهواء. قد يشكل استخدام البخاخ مباشرة صعوبة لدى بعض الأشخاص أو الأطفال، بحيث يصعب وصول الدواء إلى الرئتين، لذلك من الأفضل إيصال الجهاز الموصل مع البخاخ باستخدامه عبر القناع أو فوهة الفم. طريقة استخدام الجهاز الموصل عبر فوهة الفم كالآتي: في حال الجهاز الموصل لديك ذا قطعتين، تأكد بأن القطعتين موصولتين بثبات عن طريق دفع جزئي الجهاز الموصل إلى بعضهما بقوة. تأكد من وجود الغطاء، ثم قم برج البخاخ جيدا، ثم انزع الغطاء. ضع البخاخ بقوة على الطرف المفتوح للجهاز الموصل. أزل غطاء فتحة الفم للجهاز الموصل، ثم ازفر الهواء لتفرغ رئتيك. أطبق شفتيك فوق أنبوب الجهاز الموصل، اضغط على البخاخ لتطلق بخة واحدة، استنشق ببطء وبعمق من خلال فمك. أزل أنبوب الجهاز الموصل من فمك واحبس نفسك لمدة أقصاها 10 ثوان. إذا احتجت لجرعة أخرى كرر الخطوات السابقة. توجد طريقة أخرى: أطبق شفتيك فوق أنبوب الجهاز الموصل، استنشق ببطء وبعمق من خلال فمك داخل الجهاز 5 مرات. ثم أزل أنبوب الجهاز. كيف تحافظ على الجهاز الموصل نظيفا؟ افصل جزئي الجهاز، ثم اشطف الجزئين بماء نظيف. انفض الجهاز لإزالة الماء الزائد واتركه ليجف. دائما احفظ الجهاز الموصل في الوعاء المخصص له. عافانا الله وإياكم من كل شر.